اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد نهايه مباراه الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا في المجموعه الثانيه. الاهلي يتعادل مع بلاتينيوم بهدف لكل فريق ويصبح للنادي الاهلي 7 نقاط انتظارا ويتصدر هذه المجموعه انتظارا طبعا لمباراه امس ما بين الهلال والنجم الساحلي. هنشوف ماذا حدث في هذه المباراه. وشوط اول مختلف تماما عن الشوط الثاني. الحقيقه شوط اول هنتكلم اكتر مع خبرائنا في قناه النادي الاهلي عن الشوط الاول واختلافه عن الشوط الثاني. كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن اسامه،